ضمن مساعيها الرامية إلى الارتقاء بالمستوى الثقافي والمعرفي للمرأة، أطلقت وحدة الإعلام النسوي في العتبة الحسينية المقدسة مسابقة ما المقصود الثقافية، التي تضم مجموعة من الأسئلة الفقهية والعلمية لطالبات الجامعة. سابقتنا بعنوان ما المقصود، التي تختص بطالبات الجامعة وتهتم بجانب المرأة وخاصة المرأة العراقية ولما لها دور مهم في المجتمع. المشاركات في المسابقة، أكدنا أن المشاركة فيها ليست بهدف الحصول على الجائزة، وإنما بهدف التعرف على المسائل الدينية المهمة. يعني إحنا رغم كانت فترة قصيرة نقرأ بها هذا الكتاب، بس شاركنا مو على مدة جائزة أو شيء، على مدة الاستفادة من هذا الكتاب أمورنا الدينية. فيما دعت مشاركات أخريات إلى ضرورة استمرار هذه المسابقات وانتشارها على نطاق واسع، كونها تحث على القراءة والاستفادة منها. أتمنى أنه هذا الكتاب أنه كثير من الطالبات اللي وياي يقروا، وأتمنى هيك مسابقات تنتشر ما تنحصر بمكان واحد، أو لأنه هذه المسابقات يعني أولا كتطبيق عملي، يعني من يجي شخص ويقرأ للمسابقة فتتركز المعلومة أكثر بذهنه. حقيقة أنا أنصح أن الطالبات الجامعيات يشاركون بهكذا مسابقات لأنها مفيدة، وأكو شغلات أنه ما يعرفونها يتعلمون عندها المسابقة. والمسابقة كانت جميلة ومبادرة حلوة من الإعلام النسوي، حيث أنه هي بيها حافز وتشجيع للطالبات، وأيضا يستفادون من عدها بحياتهم اليومية. من كربلاء، صديق عبود، لقناة العتبة الحسينية المقدسة.